الرحمن الرحيم. في البداية أعرف نفسي، الأستاذ الدكتور عبير سعد زغلول، أستاذ تمريض صحة الأم وحديث الولادة وعميد كلية تمريض جامعة القاهرة. في البداية الحقيقة أنا بحب أوجه الشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على إتاحة الفرصة للجامعة لأعضاء التدريس وللطلاب في استخدام المنصة التعليمية والمنصة الإلكترونية، منصة بلاك بورد، وهي من أحدث المنصات التي تتيح للطالب فرصة التعلم عن بعد بدون أن هو يبقى متواجد طول الوقت في المحاضرة أو في كلية أو الجامعة. تمام. فأنا الحقيقة النهاردة هتكلم عن جزء البراكتس، أو إزاي أنا كتيتشر أو كأستاذ أقدر أعمل فصل افتراضي، وأقدر إزاي أبني الكورس بتاعي من خلال منصة البلاك بورد، وكطالب إزاي أدخل على المحتوى العلمي اللي موجود على هذه المنصة. تمام. المفروض في البداية خالص أنا بعمل ريجستريشن وبعمل أكاونت وببدأ أعمل ساين إن، فيها الحساب بتاعي المفروض أهو عبير عيسوي. المفروض أنا كإنستراكتور عملت لنفسي أكاونت عبير عيسوي. الطالب لو دخل عندي على الكورس بتاعي هيشوف مين هو التيتشر بتاعه، مين هو الأستاذ، الإيميل بتاعه إيه، إيه التخصص لو أنا حطاه، كل ما يخص الأستاذ أو المعلومات بتاعتي موجودة على الإنترفيس على صفحة البلاك بورد. تمام. بعد كده عندي فوق هنا في على الناحية الشمال في عندي عمود في مجموعة حقول أو فيلد. أول حاجة في حاجة اسمها institutional page. المفروض الانستيتيوشنال بيج ده هيضم صفحة الجامعة، جامعة القاهرة، والطالب هيدخل بعد كده هيشوف ايه الحاجات اللي متاحة ليه، ايه الكورسات بتاعته، كل ما يخص المقررات والمواد بتاعت جامعة القاهرة اللي موجودة الكترونيكالي هتبقى موجودة على الانستيتيوشنال بيج. في عندي هنا فيلد او حقل اسمه اكتيفيتي ستريم. طبعا هنا كله المفروض انه بالانجلش الفيرجن الموجود قدامي. الاكتيفيتي ستريم دي حضراتكم دي عباره عن الليسون بلان اللي استاذ الماده حاططها للطالب، اللي لما يدخل عليها هيبقى عارف بالتواريخ وبالاوقات هياخد ايه في المحاضرات بتاعته. دي بتتفتح من اكتيفيتي ستريم. المفروض ان اللي محضر دي هو استاذ الماده عامل ليسون بلان حاطط ايه هي الحاجات اللي هتتناقش مع الطالب بالاوقات كلها. عشان كده حضراتكم شايفين كالندر في ساعات وفي مواعيد. بعد كده عندنا بقى الشغل الكتير قوي، في عندي هنا حقل اسمه كورسز او مقررات. انا كاستاذ لو انا بدرس ثلاث مقررات، الصفحه بتاعتي لو انا حطيت هنا دوست عند دي على السهم اللي باين قدامي ده هيطلع لي حاجه اسمها كورسز اي تيتش، المقررات اللي انا بدرسها. لو انا بدرس مقرر واحد هتتفتح لي اسم المقرر الواحد ده بالكود بتاعه بعدد الساعات بتاعته باسمه. اوكي. لو انا بدرس اكتر من مقرر بدوس على الخانه دي بيقول لي كورسز اي تيتش، اقدر افتح الكورس من حاجه اسمها اوبن كورس، فتح الكورس. فور اكزامبل ادي ده مقرر اهو، ده مقرر لما هاجي افتحه هتطلع لي كل حاجه تخص الكورس. هنا في عندي خانه اسمها فيو ايفري وان ان يور كورس، هدوس عليها فيو ايفري وان ان يور كورس. المفروض لما انا ادوس عليها هتطلع لي اسامي كل الطلاب اللي عندي في المقرر ده. نشوف حضراتكم مع بعض دلوقتي اهو all member in the course، هيطلع لي اسامي الطلبه بتوعي اللي هم عددهم قد ايه 12 members. هخرج من دي دايما هدوس على الليفت سايد. اوكي. هطلع منها. هنا ده الانستراكتور اهو باين. بعد كده كورس ديسكريبشن، فيو ذا كورس ديسكريبشن. لما هدوس على فيو ذا كورس ديسكريبشن هيطلع لي توصيف المقرر كامل، كل حاجة، the one who develop الكورس، مين اللي عمل الكورس ومين اللي حاطط التوصيف بتاع أستاذ المادة. لو أنا عاملاه في فولدر
هقدر ادوس هيطلع لي كل حاجه تخص الكورس بتاعي، كورس كونتنت، المحتوى بتاع الكورس هيطلع لي، مجرد ان انا بعمل عليه كليك هيطلع لي اهو. بليز ريد اباوت اكزامبل كورس فيزيبل تو ذا ستودنت، ايه الاوبجكتيف، ايه الاهداف بتاعه المقرر. ويلكم فورم، ممكن ابقى احط انا جمله افتتاحيه او ترحيبيه بالطلاب بتوعي موجوده، واول موضوع او فيز 1 زي ما هم مسمينه، او انا اقول عليها ليكتشر 1 اللي هي وات ايفر اسمها ايه، بروفيشنال ايشو او كل حاجه تخص المحتوى بتاعي، الاهداف بتاعته، طرق التقييم، طرق التدريس، الطالب النسبه بتاعته بيتقيم ازاي، الامتحان بتاعه من كام سواء كان نظري او عملي، كل حاجه في الجزء بتاع كورس ديسكريبشن، مجرد ما اعمل عليها كليك هتتفتح لي الكورس كونتنت ده. لو انا عاملاه اوريدي كاتباه على وورد فايل، مجرد بعمل له داونلود بدخله على السيستم بتطلع كل حاجه، او ان انا اديفلوب ايت ان انا هكتبه من اول وجديد، بتتفتح لي شاشه بقدر اكتب كل ما يخص الكورس بتاعي. بعد كده عندي كمان هنا فيلد حقل اسمه كورس جروب، لو انا عندي اكتر من شعبه في الكورس ده، لما هدوس على كورس جروب هنشوف مع بعض حضراتكم هيطلع ايه. هيطلع لي اهو ستادي جروب 2، وعددهم قد ايه، عددهم 10 ممبرز او 10، وهيطلع لي بالاسامي كلها لما ادوس عليه، هيطلع لي منهم الاسامي بتاعه الاستادي جروب بتاعي ده. تمام، يبقى اذا هنا عندي ستادي جروب 1 عددهم 5 تو 10، كلمه ميكس يعني ولاد وبنات، والجروب 2 نفس الحكايه عددهم 10 فيميل ان ميل، بنات واولاد وبنات. اقفل دي تاني، اقفل الشاشه دي، هدخل في حقل اخر. يبقى اذا هنا كمان بيتيح للاستاذ بتاع الماده، هو عارف مين اللي مسجل عنده الماده بتاعته، عشان كده بنقول في فرايتيز وفي وظائف متعدده في البلاك بورد، الحقيقه رائعه. هنا كورسز اوبن، ستودنت كان اكسس ذيس كورس، الطلبة اللي مسجلين معايا لما انا ادوس على الخانة دي هيقدروا complete course، لما انا ادوس على الخانة بتاعت student can access this course، الطالب اللي مسجل معايا، بما ان هنا ما عنديش content لكن لو انا عندي محتوى حطاه، الطالب اللي مسجل معايا فقط لما يفتح على صفحتي كأستاذ هي كل المحتوى بتاع الكورس هيبقى ظاهر قدامه electronically. اذا هنا انا عاملة مقرر الكتروني كامل is accessible للطالب اللي مسجل معايا. اوكي، يبقى هنا دي view sets and group course، student can view the content، يقدروا يشوفوا المحتوى ويقدروا you participate. هنا بقى blackboard collaborate join session، هنا بقى session حية، انا اقدر اشات مع الطالب بتاعي، اقدر اتفاعل مع الطالب بتاعي، اسمها blackboard collaborate. blackboard collaborate فيها حاجات كتيرة جدا، فيها فيديو، فيها شاتنج مع الستودنت، فيها كويشنز او في جروب ديسكشن، فدي تعتبر خاصيه عاليه جدا جدا. وانس ان انا اقول له جوين سيشن وكانها محاضره حيه، الطالب بتاعي قاعد معايا بيتفاعل، بيتكلم، بيسال اسئله، بنزل له فيديو، بنزل له اي تسجيل اوديو يقدر يطلع عليه، which is حقيقه رائعه جوين سيشن. كمان الاتندنس، انا عايز اعرف مين اللي موجود معايا، مش كل طالب يقول يا دكتور انا دخلت وما عرفتش اور وات ايفر، حتى ده اقدر من خلال البلاك بورد ظاهر عندي، هقدر اخد الاتندنس از يو سي، هقدر اخد حضور وغياب الطلاب بتوعي، لانه جاست ان الطالب بيلوج ان على الكورس بتاعي. فده كله الحقيقه واحده من الخواص الرائعه اللي هي جيتنج يور ستودنت اتندنس، ان انت تقدر تاخد حضور وغياب الطالب بتاعك وتفولو الطالب بتاعك دخل وخرج امتى ومكمل معاك الكلاس ولا لا. بعد كده عندي اناونسمنت، في حاجه اسمها كرييت اناونسمنت، هدوس عليها هنا اهو الحقل ده. كرييت اناونسمنت، لو الجامعه عايزه تعلم الطالب باي ايفنت هتبقى محطوطه اهو تايب ان اناونسمنت، هكتب هنا مثلا ميتنج، بليز ميتنج meeting with new student.
meeting with new student on Saturday. At 12 a.m. أنا هقابل الستودنت بتوعي الساعة 12 ممكن أزود القاعة وفين. Recipient all course member yes كل الكورس member لازم يريسيف this yes هدوس على recipient. Type an announcement message وهنا التايتل ده عنوان الرسالة اللي أنا عايزة أبعتها للطلبة وتبقى معلنة ليهم على الصفحة بتاعت الكورس. الطالب لما هيفتح الكورس بتاعي هيشوف الانونسمنت ده ان انا هقابلهم كلهم الساعة 12 بعد الظهر. فهنا هكتب طيب an announcement dear my student I'm gonna meet you انا هقابلكم في قاعة رقم كذا الساعة 12 علشان نناقش محتوى المكرر ايه الاكتيفيتيز الانشطة اللي هنعملها. وبعدين بعد ما هعمل كده هقول هتظهر عندي send اهي save once انها saved send an email copy to the recipient ابعت لهم رساله تقول ان هم استقبلوا الرساله دي ابعت لي الكلام دوت هعرف. يبقى اذا هنا انا اقدر اكتب رساله واعمل announcement كل الطلبه يشوفوها. لو انا عندي عده كورسز كل كورس هعمل فيه كده. لو هي حاجه تخص الجامعه هتبقى موجوده على صفحه الجامعه. لو هي على الكورس بتاعي هتبقى عايز اعمل ميتنج عايز اقول لهم ان هيبقى في كويز وواتيفر كل ده هيبان. نيو اناونسمنت حاجه ثانيه وهكذا. بعمل سيف سيف وبقول له لكل الكورس ممبر لازم يشوف الرساله دي الكل هيشوفها. يبقى دي خاصيه ثانيه اللي هي خاصيه الاعلان او الاعلام ان انا باعلم الطلاب بتوعي انه في حاجه هتحصل. في عندنا هنا بوك اند تولز فيو كورس نو اوكي لا لسه احنا لسه ستيل كل ده في الكورسز كل ده في الكورسز. لو انا في كتاب معين منزلاه للطالب او تكست بوك معين عايز الطالب يشتغل بيه هبعت له اللينك بتاعه هبعت له الاي اس ان ان بتاعه وهيدوس هيلاقي صفحه الكتاب هتنزل له والكتاب هيتفتح له لو كان هو اي بوك تمام. ده كله في الكورسز بتاعتي. بعد كده هنا عندي فيلد تاني او حقل تاني اسمه اورجانيزيشن. الاورجانيزيشن مين هي الاورجانيزيشن بتاعتي؟ انا استاذ كليه تمريض جامعه القاهره هكتب فاكولتي اوف نيرسينج كايرو يونيفرستي. طيب كالندر كالندر دي جميله قوي دي فيها حاجات كتيره جدا لما هدوس عليها هتفتح لي حاجات كتيره قوي. كليك بليز كالندر. بصوا حضراتكم عندي هنا في الكالندر دي علامة الزائد دي لما أدوس عليها وأدوس على حاجة اسمها Add Event عايزة أنزل للطالب إنه هيبقى فيه Assignment هيبقى فيه Quiz فيه Whatever هروح هدوس على Add Event. هكتب هنا في الـ Add Event دي إيه بعد إذنك لا في دي هقول له إن أنت عندك My Personal Calendar من يوم 6/10 مطلوب منك بليز اقفل دي هنا 6/10 مطلوب منك اد نيو ايفنت. هاجي هنا في الديسكريبشن انا عايزه ايه من الطالب عايزه اساينمنت. الطالب هيعمل بحث الطالب هيعمل بحث هروح كاتبه هنا اساينمنت. طب انا عايزاه فين هكتب هنا اساينمنت شايفه كتبت اساينمنت. الطالب هيقدم البحث امتى؟ يوم 6/10 الساعة كام هتتفتح اللي مطلوب بالظبط؟ هتتفتح الساعة 5. طيب هل أنا سايبة البحث ده أيام مفتوحة ولا ليه مدة محددة؟ لا أنا البحث هيتقفل وآخر ميعاد الطالب هيسبميت فيه يوم 8. طيب 8 في ساعة معينة الساعة 8 10 بالليل أوكي. يبقى كل الطلبة في الكالندر عندي هيقدم يوم 6 وهيقفل يوم 8 لو دوست على دي هيطلع عندي يوم 8 اهو الصفحة دي. الساعة كام؟ لا 6 الصبح ده بدري قوي. الساعة فور اكزامبل هدوس على دي الساعة 10 الصبح. اذا قدموا لي يوم 6
واخر ميعاد يقدم فيه البحث بتاعه يوم 8 الساعه 11. لو انا طول اليوم الطالب هيقدم البحث ومسموح له يقدمه طول اليوم، هدوس على حاجه اسمها all day. all day يبقى لغايه بالليل انا موافقه. الطالب لو جه يقدم لي البحث اليوم اللي بعده نو خلاص، لان انا اوريدي از تيتشر وانستراكتور انا محدده ميعاد بدايه ونهايه ووقت خلاص. واسيف الطالب هيفتح هيلاقي ايه الاساينمنت، ايه طبيعه الاساينمنت، هيقدمه امتى والساعه كام، واخر ميعاد للسبمشن الساعه كام. ده لو انا بقول ايفنت. طيب لو انا عايزه اقول تاني اد نيو ايفنت، تاني اد ايفنت او نيو ايفنت، عايزه اقول له ان انا هعمل لك كويز. اجي عند اديت او اد ايفنت هكتب له ان هيبقى فيه كويز، هيتفتح عندي صفحه الكويز اهو. الكويز ده هيبقى من يوم ايه، هكتب هنا كويز فيرست كويز من عند الناحيه دي هكتبها من امتى لامتى. الكويز بيبقى مفتوح، انا هحطه يوم لان انا مش هسيب الكويز 50 يوم يغشوا من بعض، هحطه ساعه هحطه ساعتين، هكتب ان ده هينزل لك يوم 8 10، وبعد الساعه يوم 8 10 الساعه 1 هيتقفل الكويز. يبقى هنا كمان بيسمح لي فرصه الاختبارات الالكترونيه اللي هي المصغره الكويزز فيري ايزي. لو انا حاطه الايديال انسر هنزل الايديال انسر، بس دي هتبقى ليا انا اللي متشافه، الطالب مش هيشوفها. وبعد كده لما احط الاسئله بتاعت الطلبه او الاجابات يقدر كمان يصحح لي الكتروني. اذا هنا دي خاصيه رائعه موفره لي وقت ومجهود وكل حاجه. خلاص كل ده في الكالندر. اوكي هنخرج من دي. يبقى اذا الكالندر فيها حاجات كتيره قوي اقدر احطها، الامتحانات، الاساينمنت اللي مطلوبه، كل حاجه للطالب. في بعد كده عندي خاصيه اسمها مسجز، ودي خاصيه التفاعل ما بين التيتشر وما بين الطالب. كارنت كورسز اورجانيزيشن، عندي هنا لو انا عايز اكتب رساله لطلابي ولتكن رساله تهنئه بالعيد، رساله تهنئه ببدايه العام الدراسي، وات ايفر، هكتب لهم رساله وفي نفس الحكايه هقول سيف. سيف خلاص، مجرد ما انا سيفت الطالب لما بيفتح الكورس بتاعه بيشوف الرساله دي. اذا هنا في خاصيه الطالب كمان يقدر يبعت لي، على فكره الطالب هيقدر يبعت للتيتشر لو في رساله، الجروب كله لو كتب رساله انا كتيتشر هشوفها. تمام، يبقى دي خاصيه ان يبقى في انتر اكشن وتفاعل ما بين الطالب وبين الاستاذ. بعد كده جريدز، دي كمان هايله الجريدز، اقدر لما اعمل عليها كليك اقدر احط الدرجات بتاعه الطلاب بتاعتي كلها، بتاعه الكويز بتاعه الاساينمنت. يبقى انا عندي هنا حاجه دوكيمنت، مفيش بقى ورقه تروح، مفيش اي حاجه، هقدر احط الجريدز بتاعه الطلاب. يبقى عندي هنا خانه جريدز. بعد كده في حقل مهم جدا اسمه تولز او ادوات. التولز ده فيه حاجات حلوه قوي، كونتنت كولكشن، اول حاجه اسمها كونتنت كولكشن او جمع كل المحتويات بتاعه الكورس، حلو قوي. لو انا عندي مجموعه فولدرات عاملاها، اول حاجه هقول داونلود باكج، هاجي عند كونتنت كولكشن عايز ابعت للطلبه مجموعه من الفولدرز، هدوس على داونلود باكج تمام، وهقول له اوبن، هيطلع له فولدر من الاي من السي وات ايفر. في عندي فيديو، في عندي حاجه اوديو، ما هي دي الكونتنت كولكشن. الطالب زي ما الانستراكتور بيوجهه لما هيدوس على الفولدرات دي، كل فولدر فيه حاجه هيتفتح للطالب. اذا كل ما يخص الكورت موجود فين؟ في الكونتنت كولكشن. ادي اهو دي كلها مجموعه فولدرات الطالب بيقدر يفتحها، بس دي لازم الاستاذ يبقى اوريدي منزلها. تمام، ايه كمان؟ institution content، لا يعني دي مش هرجع. library content، لو انا في كتاب معين اي بوك انا حاطاه للطالب وحاطه له اللينك بتاعه، وانس ان هيعمل داونلود باكج الكتاب كله هينزل له. شايفين حضراتكم يعني حاجه رائعه بصراحه، كل الكتاب هينزل للطالب لو مجرد ما يعمل داونلود باكج، ادام انا حاطه له لينك الكتاب وكل الديتيلز بتاعته الاي اس ان ان كل حاجه، هيداونلود هينزل له الاي بوك او ينزل له كل الكتاب. دي اسمها لايبرري. خلاص اوكي خلاص نخرج من دي. واخر حاجه في التولز اسمها،
في عندي بروتوفوليو الطلبة بتاعتي، لو أنا عاملة لهم بتابعهم كان في أول كويس جايب إيه، في تاني كويس جايب إيه، في الأسايمنت أول إن أول، في عندي حاجة اسمها سامتيف وحاجة اسمها فورماتيف، في البداية كان شكله إيه وفي نهاية الكورس وصل مستواه لإيه، فدي ستودنت بروتوفوليو بتخلي التيتشر يقدر يفولو ويتابع تطور الطالب كان إيه وبقى إيه، وبرضو دي خاصية هايلة يعني دي في التقييم بتاع الطالب في أعمال السنة خاصية فعلا هايلة يعني. بعد كده في بقى الجول بيرفورمانس ابلكيشن، دي ما بحتاجهاش كتيرة قوي، اند وانا خارج انا از ا تيتشر هعمل ساين اوت. تمام، يبقى اذا دي الحاجات البيسك او الاساسيات از ان انستراكتور، لما بعمل لنفسي اكونت بقدر اعمل كورس افتراضي واقدر اعمل فصل افتراضي في كل الخواص، قد ايه بيوفر مجهود، قد ايه بيوفر وقت على الطالب. نفس اللي اتعمل كأستاذ، الطالب لما بيبقى عامل ريجستريشن بيعمل لنفسه أكاونت بيدخل على المقررات بتاعته، أول ما بيدخل على مقرر تمريض النساء والولادة بيتفتح له المحتوى، لو دخل داس على أناونسمنت عمل عليها كليك الحاجة اللي أنا بقول له عامل عليها إعلان بيقدر يعرف إيه الجديد، لو داس على خانة كالندر هيبص فيها هيلاقي التواريخ اللي الأستاذ حاططها له، انت في كويز هتعمله يوم كذا، في بحث لازم تقدمه اليوم الفلاني، كل الخواص اللي هي معموله للانستراكتور الطالب بيدخل عليها، بس بشرط لازم يكون مسجل في الماده دي، لو هو مش مسجل في الماده دي هيز نوت الاو تو اكسس اي حاجه من دي. ممكن يبقى عنده كذا مقرر، لو هو مسجل في المقررات دي بتبقى نازله له ليست اوف كورسز، مجموعه من الكورسات بيقدر يدخل عليها ما دام هو اوريدي مسجل وبالكود بتاعه. فزي ما حضراتكم شايفين نظام تعليمي إلكتروني متكامل بيتيح العديد من الأشياء بالنسبة للأستاذ وللدكتور، بيوفر وقت ومجهود، بيخليني أقدر أتابع الطالب، أقدر أمتحن الطالب أونلاين، أقدر أحط الجريدز بتاعته، أقدر أعمل بروتوفوليو وأشوف مستوى تطور الطالب وأقدر أقيمه تقييم very objective ما فيهوش أي نوع من السبجكتيفيتي أو. بشكر حضراتكم جميعا وأرجو أن يبقى فيه استفادة من الديمو أو العرض البسيط اللي أنا عملته. شكرا جزيلا لحضراتكم.